السلام عليكم. السلام عليكم، وعليكم السلام دكتور. يعطيكم العافية. رمضان مبارك إن شاء الله. طيب، خلينا في البداية نبعتكم إيميل بخصوص الامتحان، أرجو تكون شفتوه وما اجانيش يعني اي فيدباك لحد الان. اي هوب انه يزبط الوقت اللي حددناه. رايك؟ دكتور، تفضلي. للأسف الوقت إنه 4/4 ما حينفع مع عدد معين من الطلاب. ليش؟ دكتور، بيكون في دف وتحليل، وفي طلاب بيكون عندهم قريب هيت. يعني بنفس اليوم عندهم امتحانات قصدك؟ مش فاهم. لا دكتور، مش بنفس اليوم يعني، بس إنه يعني بيكون يعني مثلا هسه الدف والتحليل ب5 و6 الشهر، طيب كيف ما هو؟ فإحنا بنمتحن 3 امتحانات ورا بعض هيك. طيب، والثلاث امتحانات ورا بعض ولا امتحانين بنفس اليوم؟ مش عارف مين أسهل. شو رأيك أنت؟ الدكتور، ما هو إحنا ما عندنا فلويد يعني. طيب، يعني في عدد كبير من زملائك عندهم فلويد وعندهم امتحانين بنفس اليوم، يعني كنت تعاونوا مع بعض. أنا بالنهاية يعني أنا اللي فهمته بصراحة إنه واحد بس اللي ما يعني واحد فيكم بس عنده إشكالية وما اعترضوا، البقية موافقين، هيك فهموني اليوم. دكتور يعطيك العافية. هلا هلا. دكتور، شو المشكلة لو كان مثلا ب20 الشهر؟ لا، بعيد ب 20، ما بزبط والله يا قيس، ما بزبط ما بزبط. يا ما بتخلوا موعده اللي هو يوم إمتى؟ الخميس. هو يوم الخميس، يا ما بيظلوا موعده يا اما يوم الثلاثاء. غير هاي الأوقات ما في. ما هو بتعرفوا هذا الامتحان أصلا، الامتحان اصلا سكيدجولد اون لاين. بدي اعملكم اياه، بدي اعملكم اياه وجاهي بالحاله هاي، تمام؟ في القاعه يعني وجاهي. فما بزبط 20، متاخر كثير. هذا صار دخل بمنطقه المد يعني، حتى وعلى السكند. هسا دكتور، يعني احنا مش انه قصة انه احنا ما بدنا نتعاون معهم مثلا، انه ولا حاسين ولا مش حاسين فيهم. بالعكس، احنا يعني صار لنا فترة كثير بنتناقش عشان نلاقي موعد مناسب، بس كل ما نلاقي موعد بنلاقي فيه ناس عندها امتحانات، او ناس يعني كمان انه 3 امتحانات ورا بعض وبرمضان. يعني ما هو كمان الفلويد كان عندهم قبل بيوم، الفلويد تاعهم ليش تغير؟ هم شو ذنب؟ ما لهم ذنب هم ما يعني. إلهم ذنب، بنعرف، بس إحنا كمان يعني 3 امتحانات ورا بعض، ومش أنا لحالي، في طلاب يعني كمان معارضين، مش عارف وينهم يحكوا إشي. لا ما بعرف، انا اللي فهمت معارض حدا واحد، وانا كنت بدي اتفاهم انا معه. الظاهر يبدو مش هيك الموضوع، مش مثل ما وصل لي. بعرفش يعني، يعني هيك بده يضلوا الامتحان موعده، معناته الامتحان راح يضل موعده هيك. إذا في، أنا فهمت إنه في شبه اتفاق بيناتكم، بس حد واحد شخص واحد معارض، وأنا كنت بدي أحكي معه وأقنعه أو أقنعها يعني. بس ما دام إنه في كثير ناس معارضين، خلاص ليش بدي أغيره؟ ظلوا بوقته زي ما هو، ظلوا بوقته. أنا خلاص بنزلكم إعلان بعد المحاضرة وبنخليه بوقته زي ما كان. ما هي مسألة 20 ما بزبط يعني، 20/4 كثير متأخر. هذا بطل امتحان يعني، بطل امتحان فيرست، هذا يعني دخل على منطقة الميد تيرم وبيعمل لنا مشاكل ثانية. فخلوه مبدئيا، أنا خلص برجع ببعث لكم إيميلا، لأني كتبت مبدئيا على بين ما أشوفكم أسمع منكم، ما دام إنه الظاهر في دكتور اشتراط. خلص، نعم دكتور خلص، قبله لبعد الفلود عشان جمعت الفلود، عادي مو مشكلة يعني. هو يعني أنا بدي أعرف مين. هلا إذا أكثر من حدا ما اعترض، فقط اللي لا، وصلت أنا شخص واحد هو عرفت. كان الاختلاف انه عشان إن الامتحانات قريبة من بعض، انه للموعد اللي بدك تأجله كان الامتحانات ما قريبة هو يا قيس صحيح، بس هذا خلص. الوضع اللي فرض علينا، احنا ما بنقدرش نعمل اشي. بس بتعرف امتحانات ورا بعض هن بختلف عن كون امتحانين بيوم صراحة. يعني زملائك اللي عندهم امتحانين بيوم صراحة يعني هيفي لود هذا بالنسبة لهم. خلاص دكتور، خليه على نفس موعده بعد مش يوم الخميس، يوم ثلاثة أربعة ومش عارف. بس قيس، بدي انا يعني هلا بدي تاكيد انه انتم يعني بناسب الجميع موافق. ما احنا يعني بدناش نقعد نصلحها من هون ونخربها من هون، يعني الدنيا رمضان بدناش نزعل حدا. اللي
في عنده إشكالية. أنا فكرت يعني قلت يمكن اعترض عنده امتحانين بنفس اليوم مثلا، قلت بالحالة هاي بدنا نلاقي لها حل. بس إذا امتحانات ورا بعض أنا بشوفها، يعني أنا لو طالب بشوفها أخف من إنه الواحد يعمل امتحانين بنفس اليوم. صراحة ثقيلة ثقيلة صراحة، يعني والدنيا رمضان فبدكم تتحملوا بعضكم. اللي في عنده مشكلة بأربعة أربعة يا جماعة يبعث لي على، أنا يعني كتبت لكم الإيميل، يبعث لي يفهمني ليش معترض مشان نقدر نحل الإشكالية. بس أنا ما يعني بيوند الأسبوع الجاي، بعد الأسبوع الجاي ما بقدر أجل الامتحان، ما بزبط نهائيا أجله. عرفتوا علي؟ يعني أقصى إشي الخميس القادم، غير هيك ما بزبط معي. عرفتوا علي؟ لأنه هذا الامتحان بده ينعمل يعني بوقته وذن التايم، ويعني وبدناش نعمل لحالنا إشكالية. ماشي، فأرجو إنه اللي عنده إشكالية بأربعة أربعة اللي هو يوم الثلاثاء يبعث لي على يعني بدناش نضيع المحاضرة كمان، يبعث لي على الإيميل ونحاول نشوف إيش الإشكالية ونحاول نحلها. يعني أنا بدي أحاول يعني أساعدكم، وآي هوب إنه تتساعدوا مع بعض. يعني أنا آي هوب إنكم تتساعدوا مع بعض مشان أقدر أساعدكم. تمام، إذا خلينا ننتقل للمحاضرة اليوم. أنا المحاضرة يعني هي تسجيل، موجودة تسجيل، تسمعوا المحاضرة وبعد ما نخلص إن شاء الله بنحكي شوية، نناقش الأشياء اللي بدنا نحكيها اليوم. طبعا إحنا في شابتر جديد اللي هو التو مين هايبوثيسيس تيستينج، اللي هو يعمل طبعا هاي محاضرة اليوم مش داخلة بالامتحان الأول، يعني راح تكون بالامتحان الثاني إن شاء الله. وعليكم السلام. ملوني بس لأن المحاضرة مسجلة، يعني هاي أنا معكم راح أكون، بس مشان نخفف الحكي شوية برمضان. في حد عنده أي إشكالية بالنسبة للامتحان يا جماعة؟ شيك. طيب الموضوع الثالث بالنسبة للهوم في سؤال الأول إيهاب متزامنة إنشن، يعني إحنا تكملة لشابتر بين عند كل إنشن، يعني إحنا تكملة لشابتر 2، يعني هو مش مختلف الموضوع، راح نكمل عليه هلأ وبعدين بنرجع لها. بس ذكريني بالله يا ما راح ذكريني، ها ذكريني، يعني راح نحل أسئلة كفاية إن شاء الله. فخلينا نروح هلا على شابتر 3 مشان نكسب الوقت. بين عند كل سلايد مش هيك؟ بين السلايد يا جماعة شابتر 3. بين طيب طيب هلا احنا بالنسبة لشابتر 3 ما ادري الصوت مسموع يا جماعة؟ الصوت مسموع والفيديو مبين. سامعيني؟ الصوت مسموع الفيديو مبين. تمام دكتور. تمام. هلا تشابتر 3 هو زي ما حكينا اكستنشن لتشابتر 2، راح نحكي فيه موضوع التو سامبلز كومباريتيف اكسبيرمنت. التو سامبل كومباريتيف اكسبيرمنت هي يعني باختصار شديد زي الون سامبل، اكسبت انه احنا بصير في عندنا بدل one mean compared to a value بصير عندنا two means compared to each other. تمام. هلا الجزء الثاني من شابتر 3 راح نحكي فيه عن الانوفا. الانوفا فكره الانوفا اللي هي جنرال فريم ورك للهايبوثيسيس تيستينج. تمام. طيب اذا راح نحكي بشابتر 3 عن تو توبكس. التوبك الاول اللي هو تو سامبلز كومباريتيف اكسبيرمنت، راح نحكي مرة ثانية على الـ Hypothesis Testing Framework. تمام. اللي هو يعني احنا ناقشناه بـ Chapter 2، بس يعني راح نعيد هنا
يعني الحديث عنه في بالنسبة للتو سامبلز. راح نحكي عن التو سامبل تي تيست، يعني راح نركز الديسكشن تبعنا مش راح نحكي يعني عن الزي تيست، راح نركز على التي تيست، لأنه عادة بالتو مينز بكون غالبا تو تي تيست بدل الزي تيست. وراح نحكي عن موضوع الأسامبشنز والفاليديتي اوف ذا ريزلتس، تمام؟ هذا الجزء الأول اللي هو راح نغطيه خلال أول سيشن. الجزء الثاني راح نبدأ بموضوع الأنوفا اللي هو الأناليسيز اوف فاريانس، يعني السنجل فاكتور أناليسيز اوف فاريانس اللي بنسميه احنا اختصارا أنوفا أناليسيز اوف فاريانس. الأناليسيز اوف فاريانس طبعا لما بكون عندنا أكثر من تو سامبل مينز، يعني احنا هلا في عندنا 1 سامبل مين قلنا بنقارنه مع قيمة اللي هو شابتر 2. الجزء الأول من شابتر 3 راح نحكي عن تو سامبل مينز، يعني عندنا تجربتين وبدنا نقارن يعني الأفريج تبعهم، تمام؟ هذا بنسميه تو سامبل كومباراتيف اكسبيرمنت. الجزء الثالث لما بكون في عندنا أكثر من تو اكسبيرمنتس اللي هو بنسميهم فاكتورز، احنا تو مور ذان تو فاكتورز، ثلاثة أو أكثر حتى اثنين بضبط، يعني راح نستخدم شيء اسمه الاناليسيز اوف فاريانس، تمام؟ على فكرة الاناليسيز اوف فاريانس لأنه مهم جدا بالإحصاء، هي اكستنشن خلينا نقول الهايبوثيسيس تيستينج، بس الاناليسيس اوف فاريانس لانه بيجي مور كومبريهنسيف، يعني بيظبط لاي عدد من العينات، يعني قديش في عندنا فاكتورز بغض النظر عن عدد الفاكتورز بنقدر نطبق الاناليسيس اوف فاريانس. راح نركز على النوفا او الاناليسيس اوف فاريانس ونشوف كيف نبنيه، ماشي؟ بشكل رئيسي من ايش بتكون، بعدين راح نحكي عن التستينج والاناليسيس اللي راح نعمله، تمام؟ بعدين راح نحكي عن الاسامبشنز والموديل فاليديتي، واخر الموضوع راح نحكي اللي هو البوست انوفا تيستينج اوف مينز. طبعا يعني هذا راح نحكي بوقته ايش هو البوست انوفا تيستينج مين. طيب نرجع على سلايد هذا، تذكروا السلايد هذا بشابتر 2 احنا حكينا عنه، بس قسمناه لقسمين السلايد، يعني اصغر بس هذا شوي مشان يبين عندنا كامل، تمام؟ لاحظوا احنا في عندنا ال1 مين، هاي اللي هي القيم هاي اللي عندنا هون، هاي نسميها احنا الون مين، فبنقارن مين بقيمة، تمام؟ وبشابتر 3 راح نحكي عن التو مينز، عن التو مينز. طبعا هون في عندنا احنا تو كيسز، يعني هذول رجاء الجدول 2 3 و2 4، هذول الجدولين مهمات جدا لانه هم هذول تلخيص لكل اللي شرحنا واللي راح نشرحه لنهاية شابتر 3. لاحظوا هذول الجدولين شو الفرق بيناتهم، واحد بكون عندنا الفارينس نون، قلنا ايش معنى الفارينس نون؟ معناه انه انا البوبوليشن فارينس، تمام؟ او البوبوليشن ستاندرد ديفيشن معروف، بمعنى انه انا بتعامل مع ايش؟ مع بوبوليشن وليس مع سامبل. وقلنا تعريف البوبوليشن اللي هي فيري لارج سامبل، فيري لارج سامبل عرفناها بشابتر 1، تمام؟ فلما بكون الفارينس اللي هو سيجما نون بدي استخدم هذا التيبل، تمام؟ اللي هو تيبل 2 3. طبعا تيبل 2 3 زي ما حكينا فيه له اكثر من يعني في عندنا ال1 مين اللي هو اخذناه بشابتر 2، وال2 مينز اللي هو الان راح ناخذه بشابتر 3. لاحظوا ال2 مينز احنا بنقارن بين 2 مينز، يعني هذا المين الاول هاي السامبل 1 y1 بار ماينس y2 بار، بالسنجل مين بنقارن بين مين وفاليو سنجل فاليو، تمام؟ هلا هون بالوان مين بنحسب سيجما على جذر الان اللي هو سمينا ايش هذا يا جماعه؟ بتتذكروا ايش سمينا الثيرم هذا سيجما على جذر الان؟ حد عنده فكره؟ متابعين معنا؟ شكله انا لازم اصير احط القائمه واسال ترى مشان اتاكد انكم متابعين معنا. السيجما على جذر الان شو سمينا المحاضره الماضيه هاي او اللي بعديه اللي قبليها؟ ستاندرد ايرور. ستاندرد ايرور، احسن، ثانك يو. الستاندرد ايرور اللي هو سيجما على جذر الان. هلا لاحظوا احنا لما بكون عندنا سنجل سامبل الهواي بار بنقدر نحسب الستاندرد ايرور، لما بكون عندنا تو سامبلز 1 اند 2 بدنا نحسب شيء زي الويت افريج للستاندرد ايرور، تمام؟ اللي هو بيسكلي يعني نفس الفكره، بس لاحظوا احنا هون جمعناهم واخذنا الجذر للكل، ماشي؟ يعني لو يعني هما بالنهاية سيجما على جذر الآن، بس جمعناهم اثنين، سيجما 1 سكوير على N1 زائد سيجما 2 سكوير على N2، تمام؟ وأخذنا لهم الجذر فأعطانا خلينا نسميه الستاندرد إيرور للتو مينز، للتو مينز، تمام؟
هلا انتبهوا لي هون على النال هايبوثيسيس تيستينج او الهايبوثيسيس تيستينج بشكل عام. بحاله لما بتكون عندنا الميو 1 يساوي ميو 2 بالنسبه للنال هايبوثيسيس، والالترناتيف بتكون ميو 1 لا يساوي ميو 2، قلنا امتى بنستخدمها هاي؟ لما بكون عندنا غير معروف اذا كان المينز اكبر من واحد اكبر من الثاني او اصغر منه، فبنستخدم اللا يساوي. يعني هاي قلنا الاشاره المره الماضيه هي اللي بتحدد عندنا طبيعه التستنج، تمام. الان بحاله انه لا يساوي، بناخذ احنا عاده الكريتيكال فاليو بناخذ الفا على 2، يعني الالفا اللي هو سيجنيفيكانس ليفل بنقسمه على 2، لانه احنا ما بنعرفش من الجهتين وين راح يكون، باتجاه الاعلى ولا باتجاه الاسفل، وهذا سمينا تو تيل تيست. ولاحظوا هاي الزي ابسوليوت كمان مهم نفهم. الله اكبر الله اكبر. هاي زي ابسوليوت معناها انه زي نوت اما اكبر من زي زد الفا على 2 اذا كانت موجبه، او اقل من ناقص زد الفا على 2، او زد على الفا 2 زد الفا على 2 لما تكون سالبه. واضح الفكره؟ فاما بدها تكون اكبر من القيمه الموجبه او اقل من القيمه السالبه. والزد نوت هاي سميناها التست ستاتستيك، التست ستاتستيك. هلا هاي التست ستاتستكس اللي احنا بنحسبها من المعادله، والزي هاي اللي هي سميناها الكريتيكال فاليو اللي بنجيبها من وين؟ من الديستريبيوشن تيبلز اللي هو الزي تيبل، ماشي. هاي طبعا الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بنرسم زي ما عملنا بحل المثال وبنشوف المنطقه المظلله، اذا كانت الزي نوت ضمن المنطقه المظلله بنكون النتيجه عندنا ايش؟ وي ريجكت النال هايبوثيسيس. اذا كانت مش بالمنطقه المظلله، بالمنطقه البيضة أو الفاضي خلينا نقول، بكون عندنا إيش؟ accept null hypothesis. وبالتالي معنى هذا الكلام مترجم يعني بالكلمات، لما نقول accept null hypothesis ما في فرق بين التو means، reject null hypothesis معناته المينز بيختلفوا عن بعض. هلا بأي اتجاه حسب القيم اللي عندنا هون طبعا راح تحدد، تمام. الآن لو كان عندنا alternative hypothesis mu 1 أقل من mu 2، يعني هو بصيغة السؤال حاكي لأنه المين للعين الأولى بدي أختبر إذنها أقل من المين للعين الثانية، يعني ميو 1 أقل من ميو 2. لاحظوا التست هون اختلف، الزد ألفا إيش صارت هون؟ مش ألفا على 2، زد ألفا اللي هي بوينت مثلا 0.5، والزد نوت بدها تكون أقل من ماينس زد ألفا، ماشي. هذا الكرايتيريا فور ريجكشن، لاحظوا هذا اسمه الكرايتيريا فور ريجكشن. هلا إذا كان العكس، ميو 1 بشك إنها أكبر من ميو 2، بدي أعمل إيش؟ العكس، زد نوت اكبر من زد الفا، يعني التست ستاتستيك زي اكبر من الزي الفا، تمام. اذا الان هون وين بستخدم التو مينز؟ زي تيست لما بكون عندنا الفارينس نون اللي هو السيجما. هلا معظم الحالات ما بكون الفارينس نون، بروح وين؟ على الحاله الثانيه اللي هي ايش؟ الفارينس النون. الان فارينس النون معناه انه ما في عندي بوبيليشن، وبالتالي القيمه اللي بحسبها انا هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن estimate للفارينس اللي هي الستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن معناته في عندي عينة finite، تمام. الآن إذا كان فارينس unknown، sigma unknown، بنروح على table 2.4. إذا الفارينس known بنروح على table 2.3. يا جماعة واضحة هاي؟ ضروري تفهموها، تمام. طبعا هاي one mean هذا حكينا عنه المرة الماضية، ماشي. الآن ننتقل للتو مين. الآن حتى في حالة الفارينس النون في عندنا حالتين. الآن الفارينس للعين الأولى هل يساوي الفارينس للعين الثانية ولا لا يساويها؟ كل واحدة لها حسبة مختلفة. طبعا هي نفس المعادلة بالمناسبة، ولكن لما تكون سيجما 1 سكوير تساوي سيجما 2 سكوير اللي هو الفارينس للعين الأولى يساوي الفارينس للعين الثانية، بنقدر نطلع شيء اسمه البولد ستاندرد ديفيشن اللي هو اس بي، هذا ماشي، بنطلع عامل مشترك، ماشي. يعني بنقدر نستخدم المعادله هاي، بس لاحظوا المعادله هاي اطول شوي واعقد، وبالتالي بنستخدم وين اي معادله؟ نستخدم المعادله هاي اذا كان السيجما 1 سكوير يساوي السيجما 2 سكوير. الان كيف بعرف انه السيجما 1 سكوير يساوي السيجما 2 سكوير؟ يعني الفارينس للعينه الاولى يساوي الفارينس للعينه الثانيه، بده يكون واضح بنص السؤال، تمام، أو ساكت عنه. إذا ساكت عنه بدنا نفترض إنه إيش؟ الفارينس 1 يساوي الفارينس 2. وعادة هاي بتكون لما ناخذ من نفس البوبيليشن عينتين مختلفات، واضح؟ أو بنقيس مثلا قبل وبعد، تمام؟ راح نحل عليها أمثلة.
إذا بنطبق القانون تطبيق مباشر، الآن بدنا نطلع التي نوت وليس الزي نوت. التي نوت اسمها إيش؟ التست، التي تست ستاتيك. هذا اسمها إيش هون؟ الزي تست ستاتيك. المعلومات اللي بحكيها دقيقة يا جماعة، أرجوكم تفهموها كويس وتركزوا معي. سارة، بالنسبة لتأجيل الامتحان، مداخلة هاي بس، لا ما راح أعجله نهائيا بعد 24، لأنه العفو بس هاي من المحاضرة الماضية ترى، احنا يعني ما ترتبكوش يعني، هاي كنت أحكي معهم بالمحاضرة الماضية، ماشي المسجلة تعرف ما ظلش وقت عندنا، تمام ما راح أرد أجل مرة ثانية. طيب والسؤال بالنسبة للسؤال الثاني بالنسبة لمادة شابتر 3 حتدخل بالفيرس، هاي وحكينا بنحكي عنها يوم الأحد إن شاء الله، ماشي بنحكي إذا بدنا ندخل جزء من شابتر 3 إيش راح يكون الجزء هذا. طبعا هاي مش داخلة شابتر 3، مش داخلة بالامتحان يعني، هذا برضو من التسجيل السابق، تمام يعني مش كله. إذا مرة ثانية اختار الجدول الصح، بعدين هل عندي 1 مين ولا 2 مينز؟ ماشي الآن ال 2 مينز في عندنا، مرة ثانية في عندنا if the standard variance of one is equal for the two samples، بنستخدم القانون هذا نحسب شيء اسمه t statistic، وفي عندنا هون t اللي هي الفا على 2 فاصلة v، ال v هاي اللي هي ايش سميناها degrees of freedom. كيف بنحسب الديجريز اوف فريدم للتو سامبل؟ تو سامبل مين؟ بكل بساطه بنجمعهم نطرح اثنين. ليش هون طرحنا اثنين مش واحد؟ لانهم هم عينتين، فكل واحد بنفقد 1 ديجري اوف فريدم، عشان هيك طرحنا اثنين. اذا نفترض انه العين الاولى 10 العين الثانيه 10 مثلا، زي ما راح نحل بالمثال 20 ناقص 2 تطلع الديجريز اوف فريدم كم؟ 18، تمام. اذا بنحسب التي ستاتستيك هاي وبنقارنها مين؟ بنقارنها بالتي كريتيكال، هاي بنسميها ايش؟ تي كريتيكال. اللي إلها الفا اسمها ايش؟ تي كريتيكال، واللي إلها نوت اسمها ايش؟ تي ستاتستيك. هاي بنجيبها من التيبل اللي على اليمين، وهاي بنحسبها حساب، ماشي. اذا مره ثانيه نفس ذا سيم لوجيك، اذا كان عندنا الميو 1 لا يساوي ميو 2، بالتالي انا الالتيرناتيف هايبوثيسز بتدعي انه المينز ار نوت ايكوال، بستخدم هاي الكرايتيريا، تمام. الآن إذا كان الميو 1 أقل من الميو 2 أو الميو 1 أكبر من الميو 2 وكان عندنا الفارينس غير متساوي، ماشي، بستخدم معادلة مشابهة. طبعا المعادلة طويلة مبينة وشوي معقدة، بس هي مش كثير معقدة، راح نحل عليها ونورجيكم كيف تتعاملوا معها. واضح يا جماعة؟ طيب خلينا نأخذ مثال رقمي، ماشي، نحله سوا وبعدين نشوف كيف نحله باستخدام الإكسل، لأنه الإكسل برضه يختصر علي وقت طويل. خلينا نأخذ عينة وتجربة اللي هي البورتلاند سيمنت فورميليشن. هلا البورتلاند سيمنت اللي هو بتعرفوا الاسمنت، سمنت الاسمنت اللي بيستخدموه بالبناء. هلا في عندنا عينة أو سامبل من الاسمنت اللي هي الاعتيادية، اللي هي نسميها unmodified mortar، مسميها Y2، تمام. وراح ايش عملوا تجربة، ضافوا مواد او عدلوا على التركيبة تبعت الاسمنت مشان يشوفوا قديش او راح تأثر على السترينج تبع الاسمنت ولا لا، يعني متانة الاسمنت راح تتغير اذا عملنا عليه موديفيكيشن ولا لا. واضح الاكسبيرمنت؟ الان راح اخذ 10 عينات، هيو مسميهم J من 1 لـ10، تمام، وأخذ 10 عينات عشوائية من الإسمنت وفحصهم باستخدام طبعا جهاز خاص لقياس البوند سترينث، تنشن بوند سترينث، خلينا نسميه تنسايل سترينث، اللي هي قوة تحمل الإسمنت أو عينات الإسمنت للشد، تمام. طبعا هاي قلت لكم التفاصيل أنا ما بتهمني كثير، أنا بهمني يعني أفهم صيغة السؤال مشان أقدر أجاوب عليه. واضح؟ واضح إيش الفكرة؟ طيب إذا في عندنا عينات سمنت عادية الاعتيادية اللي بيبيعوها بالسوق، وفي عينة عملنا عليها تعديلات بشكل أو بآخر، يعني بغض النظر شو التعديلات عملنا، المهم عليها تعديلات، هاي سميناها Y1 وهي سميناها
Y2 وأخذنا 10 عينات عشوائية عشوائية لازمها من كل واحد منهم. ماشي، الآن بدنا نشوف باستخدام الهايبوثيسيس تيستينج، هل الموديفيكيشن اللي عملناه غير على السترينج تبعت المورتر ولا ما غيرها؟ يعني هل الاسمنت صار اقوى ولا صار اضعف؟ ما بعرف انا، يعني هو بسالني بقول لي يعني هل صار في تغيير. ماشي، فبدنا نستخدم الهايبوثيسيس تيستينج ان اوردر تو تيست اف ذا موديفيكيشن اون ذا مورتر، المورتر اللي هو المقصود فيه اللي هي العينه اللي فحصناها من الاسمنت، هل اثر او ما اثر، هل زاد هل نقص، يعني ما بنعرف احنا. ماشي، بدنا نشوف هل اثر او لا. اذا لاحظوا هاي الواي 1 وهاي الواي 2. لا، الخطوه اللي بعديها طبعا احنا عاده بنعمل، خلينا استبق شوي بس سلايد، احنا بنروح بنحسب. ماشي، هاي الاوريجينال اللي هي الواي 2، هاي النيو اللي هي واي 1، بنحسب لهم الواي 1 بار، بنحسب لهم الاس 1 سكوير. لاحظوا حسب ايش؟ ستاندرد ديفيشن، لان العينه 10. ماشي، هاي ما إلها سيجما، إلها إيش؟ S. ماشي، وحسب الـ standard deviation والـ variance هون، تمام، والعدد N لكل واحد فيهم، تمام. طبعاً إحنا عادة الداتا بعد ما نحطها بتيبل، قلنا مشان يعني نقدر نشوف نخذ فكرة مبدئية عن الداتا، بنعملها graphical representation. ماشي، وبتتذكروا بشابتر وان احنا حكينا عن اكثر من تول للجرافيكال ريبريزنتيشن، واحده كانت منها ايش؟ دوت دايجرام. هلا الدوت دايجرام بسيطه جدا، بنحط السكيل عندنا، طبعا احنا هاي العينات عندنا قيمها يعني من 16 خلينا نقول 19، ها هاي حطها 16 38 ل 17 36، هذا الرينج اللي عندنا. ماشي، اذا باخذ هاي عينات الموديفايد وبمثلها بنقاط، كل نقطة تمثل واحدة من النقاط، هذول لو عديناهم هذول بيطلعوا 10، وهو نفس الإشي الآن موديفايد. طبعا هاي بتعطينا فكرة إنه السترينث إيش صار له للآن موديفاي، الموديفيكيشن السترينث يبدو إنه قل. لاحظوا هذول لو أخذنا العفو، بس ضايل معنا 10 دقائق يا جماعة. ماشي، بس يخلص بنرجع، مشان إذا بدكم تحكوا أكثر على الامتحان بعد ما يطلع بنرد بنرجع بعديها مباشرة. أوكي، الأبرج مثلا بطلع هون، الأبرج لهذول بطلع هون، إذا السترينث هنا واضح إنه إيش؟ يعني اللي مبين عندي من الجرافيكال ريبريزنتيشن إنه إيش؟ السترينث قل باستخدام الموديفيكيشن اللي عملته، لأنه مش بالضرورة الموديفيكيشن يزيد السترينث. طبعا أنا كل ما كان السترينث عندي أعلى هذا إشي أفضل، لأنه أنا بدي يعني الإسمنت يكون متانته أعلى، واضح؟ طيب، طبعا هذا حسب الـ Y1 والـ Y2، ولاحظوا انه هون لما عملنا الموديفيكيشن شو صار للـ Y1 للـ Y2؟ قل الـ Y1 اللي هو عفوا قل، صار اقل من الاوريجينال، يعني الموديفيكيشن كانه ايش؟ نزل لي السترينث، تمام؟ اذا هاي اول فكره عملناها مشان ناخذ فكره عن الداتا كيف ريبريزنتيشن لها. Another useful plot اللي هو البوكس بلوت، هذا بسمينا ايش؟ البوكس بلوت، تتذكروا يا جماعه البوكس بلوت؟ طبعا هون رسمنا بين الواي اللي هو الفاريبل اللي انا بفحص فيه او بقيسه، السترينث، السترينث اللي هي زي الستريس، تمام، وحدات كيلو جرام فورس، خلينا نقول زي نيوتن مثلا بير سنتيمتر سكوير، نيوتن بير سنتيمتر سكوير، ايش زي هيك، تمام. فهاي في عندنا الواي، الاكس هلا رسمنا بوكس بلوت للموديفايد والان موديفايد، ولاحظوا الان موديفايد ستيل ايش؟ ببين انه السترينث ايش؟ اوفر اول اعلى، تمام، يعني هاي لسه البوكس بلوت اوضح. قلنا البوكس بلوت بيعطينا قيم اللي هي المينيمم والماكسيمم، تمام، والافريج اللي هو المين او ال 50 بيرسنت بيرسايل 75 بيرسنتايل وال 25 بيرسنتايل، تمام. اذا هذا برضه اعطانا فكره، فصار عندنا احنا الان تصور مبدئي يا جماعه انه الموديفيكيشن شو عمل. مبدئيا انا اللي شايفه من الفيجوال ريبريزنتيشن انه الموديفيكيشن على العكس نزل السترينث تبع المورتر، ماشي، ما رفعه، صار عندنا تصور مبدئي. الان بدنا نتاكد من هذا الكلام عن طريق ايش؟ الهايبوثيسيس تيستينج. اذا بالهايبوثيسيس تيستينج بدي اشوف هل الموديفيكيشن اللي عملته للاسمنت هل زاد للسترينث تبعته ولا قللها، واضح؟ واضحه الفكره؟
تمام. طبعا راح نرجع للارقام، احنا بس بدنا نحكي شوي اكثر عن الهايبوثيسيس تيستينج بالنسبه للتو سامبلز. طبعا هذا السلايد حكينا، هاي statistical hypothesis testing is a useful framework for many experimental situation. تمام. We will use a procedure known as the two sample t test. اذا هون بدنا نستخدم التو سامبل تي تيست، اللي هو اللي ورجيتكم اياه بتيبل 2.4. وحكينا هذا التيست بنستخدمه لما يكون الفارينس انون. واضح انه الفارينس انون عندنا، يعني ما فيش عندي population، عندي sample. تمام. الان لو بدي امثل كل واحد من التريتمنتس هذول اللي هم ميو 1 وميو 2 على شكل نورمال ديستريبيوشن، لاحظوا بيطلع عندنا شكله زي الجرس. هذا النورمال ديستريبيوشن. طبعا النورمال ديستريبيوشن دائما له المين ميو والستاندرد ديفيشن سيجما، اللي هي اللارج سامبل. تمام. اذا لاحظوا هون احنا الهايبوثيسيس تيستينج، عندنا الهايبوثيسيس تيست او التيست فور هايبوثيسيس، ان الهايبوثيسيس راح تحكي انه ميو 1 لا يساوي ميو 2 اذا ما في فرق بيناتهم. هاي معنى ميو 1 لا يساوي ميو 2. والالترناتيف هايبوثيسيس اتش 1 او اتش ايه، ميو 1 لا يساوي ميو 2، ميو 1 لا يساوي ميو 2. هاي الفكره هون في الهايبوثيسيس تيستينج لتو مينز. فلاحظوا الان احنا بطل عندنا مين مقابل قيمه زي ما كنا نعمل سابقا، الان صار في عندنا تو مينز بدنا نقارن بيناتهم، هل بيختلفوا ولا ما بيختلفوا. طبعا هون لا يساوي معناه انه انا ما بعرف هل زاد ولا نقص، ما عندي فكره انا اصلا. صحيح انه يعني الفيجوال ريبريزنتيشن او الفيجرز اللي شفتوها، البلوتس اللي شفتوها اعطتنا فكره رف، بس ما بعرف هل هي يعني زادت ولا قلت. طيب هاي نحن خلينا نكمل حل السؤال بس وبجاوب على سؤالكم. ماشي. هلا الاستيميشن بارامترز، قلنا احنا بالنسبه للسامبل بنحسب الافريج اللي هو استيميت اوف ذا بوبوليشن مين. ايش معنى استيميت اوف ذا بوبوليشن مين يا جماعه؟ الاستيميت اللي هي لما بكون عندنا عينة كبيرة population وبدي أجي أنا أعمل لها، كيف بدي أمثلها؟ بدي أمثلها عن طريق مين يكون ممثل للعينة الكبيرة، يعني سامبل مين يمثل للعينة الكبيرة. هذا السامبل مين بسميه الاستيميت. فإحنا أخذنا عينة من population كبيرة، المين إلها ميو، بدي هاي الاستيميت تكون قريبة على ميو قدر الإمكان. يعني كل ما كانت الواي بار قريبة على الميو، معناه أنا تمثيلي أو الاستيميت تبعتي أفضل لحساب البوبوليشن مين. لأنه بالنهاية السامبل أنا أخذها من عينة، من بوبوليشن عفوا، العينة ما أخذها من بوبوليشن. ماشي. وبدي العينة تكون ممثلة لهاي البوبوليشن. هاي فكرة الاستيميت. نفس الكلام بالنسبة للأس سكوير اللي هو الاستيميت اوف فاريانس. الفاريانس فعليا هو السيجما، قلنا اللي هو خاص سيجما تربيع، اللي هو خاص بمين؟ خاص بالبوبوليشن. لأنه مش دائما عندنا أنا السيجما افيلبل، لأنه السيجما معناه إنه بدي أحسب أنا الستاندرد ديفيشن لكل العينات باستخدام هذا القانون لكل العينات. تمام. كل العينات بالبوبوليشن، وهي مش دائما افيلبل. تمام. وبالتالي أنا بحسب إشي اسمه الاستيميت. الاستيميت هو ممثل للبوبوليشن، هي قيمة تمثل البوبوليشن سواء كانت مين أو variance. لا تعذر طبعا وجود الاكتوال ميو سامبل تبعنا. لو حطينا الداتا هاي اللي شفتوها، هلا راح اورجيكم انا اكزامبل. انا بعطيني هلا ضايل 10 دقائق يا جماعه، بفصل ناخذ بعدي بعد ما يفصل، بس مشان ما انسى ما يصير فينا زي المره الماضيه. ناخذ 10 دقائق استراحه صلاه وبنرجع. المعذره بس هذا التسجيل، انتبهوا احنا بعد ما يفصل بنرجع مره ثانيه، ضايل تقريبا 3 دقائق، بعديها بنكمل الجزء الثاني من المحاضره. تمام. بعد 10 دقائق اللي هو. تمام. لا تروحوش هلا، لا تفلوش هلا. تمام. هلا بالنسبه للعين اللي اخذنا، الاكسبيرمنت اللي اخذناها هون، هاي اخذنا الداتا حطيناها مثلا على الاكسل او باي طريقه، حسبنا لها كل البارامترز هاي اللي شايفينها، اللي هي المين والستاندرد ديفيشن والفارينس اللي هو مربع الستاندرد ديفيشن، وطبعا لان اللي هو عدد العينات.
تمام. إذا هاي لا فورميليشن 1 أو سامبل 1، وهاي لا سامبل 2، مين 1 and مين 2. هذول اسمهم الاستيميتس يا جماعة، هذا الاستيميت اوف ذا مين، وهذا الاستيميت للفاريانس، هذا عفوا استيميت للفاريانس، وهذول طبعا له عدد العينات. تمام. لا بدنا نروح على السلايد نحسب اللي هو ايش اللي نسميه البولد يعني الزي نوت. هذا السلايد خليني ارجع بس اذكركم فيه مشان تعرفوا وين تروحوا. هذا السلايد تمام. اوكي طبعا احنا هون لحظه لا يساوي عندنا هون احنا ماشي. طبعا هاي يعني المعادله هاي نفس المعادله هاي يا جماعه، المعادله هاي نفس المعادله هاي، بس انتبهوا انه لما بكون الستاندرد الفارينس متساوي تطلع هاي برا عامل مشترك فبصير اسمها اس بي، واضح؟ فهي نفس المعادله بس مره بكون الفارينس متساوي ومره لا. تمام. اذا هو استخدم هنا اول شيء الجنرال فورمولا حساب ايش هي التي نوت، التي نوت. اذا هاي هون بنحسب احنا، هاي نكتب لكم اياها هون بخط تي نوت تساوي، هاي سميناها ايش؟ التست ستاتستيك، التست ستاتستيك اللي هو بنحسبه من المعادله. طبعا معنى الواي 1 بار والواي 2 بار، معنى الاس 1 سكوير والاس 2 سكوير. تمام. ما بنعوضهم مباشره او بنستخدم المعادله هاي. طبعا هذا قانون البولد مين. تمام. بولد مين لانه طبعا سيجما 1 سكوير يساوي سيجما 2 سكوير، هذا معناه فاريانس ايكوال او ايكوال فاريانس. ماشي. استخدم هذا القانون بنحسب منه الاس بي. الان بنروح بنعوض هون مشان نحسب التي نوت. اذا حسبنا الاس بي، الواي 1 بار معي، الواي 2 بار معي، والان 1 والان 2 بنعرفهم لهم كل واحد فيهم 10. تمام. الان بده يطلع عندي تي نوت اللي هي اسمها ايش؟ تيست ستاتستيك، تيست ستاتستيك. الان بدي اقارنها الان بالكريتيكال فاليو. ماشي. تقارنها مين؟ الكريتيكال فاليو، التي كريتيكال. هلا التي كريتيكال من وين بجيبها؟ التي كريتيكال من وين بنجيبها يا جماعه؟ ماين 2